ازي حضرتك دكتور محمد؟ عايزين حضرتك تكلمنا عن حضرتك وعن ان شاء الله كلمة هتقولها بإذن الله في المؤتمر. وعليكم السلام. باليوم الثالث هقدم برزنتيشن احكي فيها عن ماكرو ادوبشن. ماكرو ادوبشن يعني كيف البيم لازم ينعمل له امبلمنتيشن بدولة بسوق كامل بات كونتري ليفل. فموضوع البرزنتيشن هيكون عن استشارة عملناها حديثا لحكومة المكسيك. فعم نحكي خلال هيدي كيف قيمنا المكسيك الماتوريتي، كيف عملنا قيمنا الماتوريتي تاع المكسيك، وشو الريكومنديشن اللي اعطيناهم للمكسيك حتى يزيدوا حتى الماتوريتي تاعتهم تعلى ويصير في ادوبشن للبيم بطريقه افضل بالمكسيك. هيدي مثل ما قال بلال بالفيديو الاولاني، هيدي مشروع تحت البيم اكسلنس انيشيتيف، وحاليا عندنا اسسمنت كامبين بروسيا باسبانيا بمصر بهونغ كونغ، ودائما تقريبا كل سنه عندنا تقريبا شيء 12 دوله اذا في حدا دول بهمها تعمل اسسمنت. ف get in touch. شكرا. ماشي دكتور، ألف شكر.